افتتاح ملعب طنجة يوم 27 أبريل غيكون افتتاح مهم، حيث أنا وعندنا جوج مقابلات من الأهمية بمكان اتحاد رياضي طنجي ضد أتلتيكو مدريد والرجاء البيضاوي ضد أتلتيكو مدريد. أظن بأن أتلتيكو مدريد فريق مهم جدا، هو بطل أوروبا يوفا ديال هذه السنة، واللي تخلينا نكونوا في واحد البلاطو اللي هو في واحد مستوى عالي. هنيئا لمدينة طنجة وهنيئا للجمهور الطنجاوي بهذا الافتتاح، وهنيئا أيضا للفريق الرجاء، حيث أن غادي يوقع واحد الاتفاقية مع الأتلتيكو مدريد هذاك اليوم 27 اللي غادي تخلي الرجاء يدخل في واحد المجموعة ديال الأندية العالمية، وأنا فرحان جدا لفريق الرجاء بهذا الإنجاز. في نفس الوقت غادي يكون واحد الحفل في آخر المقابلتين اللي غيخلينا نفرحوا بهذا الملعب الجديد، واللي غادي يخلينا من بعد ذلك نمشيو نشوفوا واحد المقابلة هامة في التلفازة اللي هي إن شاء الله غتكون ما بين بارسا والريال ديال مدريد. إذا الحمد لله افتتاح اللي غيكون في المستوى، واللي غادي نظن بأنه غيكون في نفس المستوى ديال افتتاح مدينة مراكش. بعض اللاعبين المغاربة جاتهم واحد النرفزة، خاصة مروان الشماخ بالنسبة للتحكيم. هذه مسائل تتوقع، أظن بأنه خص يكون عندنا واحد المستوى في الفريق اللي تيكون تيفوق هذه المشاكل، والاحترافية تتخلينا نشوفوا بأنه لما الحكم تيصفر على قرار خصنا نحترموا الحكم، هذه هي الاحترافية. ولكن أظن بأن الضغط كان واحد الضغط كبير في مدينة عنابة، أنا كنت تما، وبهذه المناسبة بغيت وتنطلب من جميع الجماهير ولكن أيضا الصحافة المكتوبة والمرئية باش ينساندوا الفريق الوطني المغربي ديالنا من هنا حتى 4 يونيو، ويكون واحد الجو اللي يكون جو مهم، ويكون واحد الضغط أيضا على الفريق الخصم. وهذه نقطة اللي غادي تساعد الفريق الوطني المغربي هنا في المغرب باش إن شاء الله ندير واحد نتيجة مهمة. لما تنحلنوا النتيجة اليوم تلقوا بأن الفريق الوطني المغربي الحمد لله هو في المرتبة الأولى مع الفرق الأخرى، وبأنه بقي لنا ثلاثة مقابلات منهم جوج مقابلات في المغرب، إذا الحدود هي حدود وافرة. وخصنا نشوفوا اليوم بأن غيغاتسي الله وصل وراه اليوم تيبني واحد الفريق. لما تنشوفوا الجودة اللي عندنا في ديك الفريق بطريقة فردية هي جودة إيجابية وفي المستوى العالمي، وأنا متيقن بأن مع شوية الوقت غادي يجوا لي زوتوماتيزم، غادي يجي التنسيق المحكم باش يكون الفريق الوطني على المستوى الكبير. إذا غيغاتس راه هنا لمشروع على المدى المتوسط والبعيد. ما نساوش بأنه المغرب بدل المدربين 7 مرات في ال4 سنوات الأخيرة، واليوم جينا بمدرب مستوى باش إن شاء الله نبنيو مشروع. أنا متيقن بأنه غيغاتس غادي يعطي النتيجة، واليوم تنساند بطريقة قوية الجامعة والمدرب واللاعبين، وتنطالب من الجمهور باش نساندوهم وندير واحد الحفل كبير. كل جمهور، كل واحد، كل فرد غادي يدخل الملعب خصو يكون عنده العلم الوطني، ونخلقوا واحد النشيد. وحنا غنديروا واحد الاجتماع مع الجمعيات ديال الجمهور يوم 15 أبريل في مدينة بوزنيقة مع الساعة 11 باش نديروا التنسيق ونساعدوا الجماهير باش يكون هذا حفل كروي مهم. أنا شخصيا تنفضل المباراة تكون في مدينة الدار البيضاء. أظن بأن القرار الأخير هو ديال المدرب، هو اللي تيختار فين خصو يلعب، لان المسؤوليه الاخيره ديال المدرب، وحنا ما غنضغطوش على المدرب. اللي بغى المدرب هو اللي غادي يكون، لانه تمشي واحد المنطلق انه لما تنختاروا مدرب في هذا المستوى هو اللي خصو يكون عنده المسؤوليه باش يختار الملعب ديال اللاعب.